واليوم أعزائي المشاهدين ونحن نلتقي معكم في أولى حلقات برنامجكم سهرة الجمعة، لا نكون قد بدأنا في اكتشاف نبع أو قدمنا جديد، فلقد قدم هذا البرنامج بأكثر من شكل وأكثر من طريقة. يا سعد لو تشوفه جيبي مالي بشاي لابسة البراجع، يا سعد شيبني. غدا السبت نسهر مع تمثيلية عربية عنوانها صالة الوصول. عنوان التمثيلية مأخوذ من مشهد مهم تجري أحداثه في صالة أحد المطارات. الفيلم الأجنبي الذي سوف تسهرون معه ليلة الأحد والذي يحمل عنوان العين بالعين أو In the Shadow of a Killer. Our next recipient of the Medal of Honor risked his life and sustained grave injuries apprehending a suspect wanted in two brutal murders. الجزء الثاني من سهرة يوم الأربعاء سوف تكون مع البرنامج الجديد نادي السينما. أعزائي حيث أنتم أهلا بكم دائما أمام شاشتنا. الليلة وكل أربعاء من كل أسبوع سنطل عليكم من خلال برنامج نادي السينما والذي يقدمه التلفزيون لأول مرة، وبذلك يعطي مساحة أكبر للسينما العربية والعالمية حق المشاهدة، وأيضا هو الاطلاع على قديم وجديد هذا الفن السابع. هذا البرنامج بطبيعة الحال برنامج فني في الدرجة الأولى والثقافي، يحاول من خلاله أو أين أيضا نحن نحاول من خلال هذا البرنامج أو هذه النوعيات من البرنامج أن نقدم فكرة مبسطة لهذا الفن السابع الذي يحبه الكثير وله العشاق الكثير من الجماهير الكرام. أين أحمد الحارثي؟ أحمد الحارثي قدامش الحين وقدام الجمهور وهم يشاهدون، يعني إن شاء الله دائما تكون متواجد. لكن أنا أتساءل، أين أحمد الحارثي الفنان على الساحة الفنية؟ أسقيك من روحي هوى روحي وأنت لا تدري عن أحوالي، أسقيك من روحي هوى روحي وأنت لا تدري عن أحوالي، هذا أنا لو زادت جروحي، هذا أنا لو زادت جروحي، فضل هوى فما الذي أفعل، يا عاشقين لا تترك المال.